زي ما احنا شايفين ان اللسان عباره عن عضله، لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبه عضله اللسان بترتخي، فقاعده اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول مجرى الهواء المقفول بقاعده اللسان، نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقه دي. ساعتها قاعده اللسان هتتشد لفوق، مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطه وما يحصلش الاختناق. طيب نرفع الراس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا وحركة يا ريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا. الحركة بمنتهى البساطة، ايد على الجبهة وايد على الدقن، هزق الجبهة وارفع الدقن. خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها لغيرك، مش بس عشان اللعيبة اللي بتلعب كورة ولا بتمارس اي رياضة وممكن تتصاب اصابة مباشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها، لا ده مش بس عشان دول، لكن كمان اي عيان تشوفه فاقد الوعي، اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى في غيبوبه